مكتبة ومقهى الشاب أسيل في محافظة النجف، مساحة هادئة تتوفر فيها جميع وسائل الدراسة والبحث العلمي. يعتبر مشروع جديد وإضافة ممكن نعتبرها للمحافظة، هو مكان يستقطب الطلاب وأصحاب الأعمال، مكان هادئ، بيئة هادئة للدراسة وللعمل يعني. وتشكل المكتبة مكانا لكسر الروتين اليومي المتعلق بالدراسة والعمل وفرصة للابتعاد عن الضوضاء وأتعابها. أنا أشوف هذه فرصة للأشخاص اللي ممكن أكيد هم ملوا من الدراسة داخل المنزل بعيدا عن الضوضاء المنزل وغيره، يحاولون يبحثون عن أماكن يدرسون بها أو يشتغلون بها، فبالعكس لما توفرت هذه المساحة لهم هم ربما تعتبر مساحة آمنة. نجاح مشروع مكتبة أسيل أبهر الكثيرين، والسر كما يرى رواد المكتبة يكمن في إرادة أسيل القوية ورغبتها بصنع الجديد. نشوف أسيل بنية بعمر صغير طالبة جامعة نجحت وحققت نجاح بفترة سريعة، فمفروض فعلا تكون قدوة للبنات وللشباب، أنه أي واحد عنده فكرة أو عنده مشروع يشتغل عليه وما يقول وضع البلد أو وضع المجتمع، لا يشتغل وينجح والله راح يوفقه مدام هو اشتغل صح وكان عنده إيمان بمشروعه. ويرى رواد المكتبة أن النجف وغيرها من المحافظات العراقية بحاجة لهكذا مشاريع تجمع الباحثين عن المعلومة في بيئة محفزة تكسر ملل الحياة وتخفف أتعابها.